هذه حكومة السلام عليكم. أبو طالب في السنة الرابعة في التكوين ديالو الطبي بمدرجات كليات الطب المغرب نناشي جلالة الملك، وكما صرحت وأنا كنزيد نصرح وكنلح على جلالة الملك، لأن جلالة الملك هو الحاكم الفعلي للأمة المغربية وهو الحكم الذي لا يظلم أحدا. نحن نريد حلا يرضينا ويرضي أبنائنا ويرضي الأمة المغربية. الناس راه دخلوا على 7 سنين وحنا مرحبا بكم تجيبوا تقليص السنوات، ولكن راه ما تنساوش راه ان ما بقاش في التقليص السنوات. حنا ما نجيبوش طبيب نجيبوا عدو السنين وما كيعرف والو، حنا نجيبوا عدو 10 سنين ولكن عارف وفاهم ويقضي الغرض كما كنقولوا بالعاميه. راه ما نجيبوش حنا نجيبوا نعمروا السبيطارات بالاطباء وما كيعرفوا حتى حاجه. راه ما يمكنش، راه لا يعقل، راه فاقد الشيء لا يعطيه. واش الطبيب باغي تحيد لي سنه تطبيقيه واللي هي مرحليه وحاسمه في تكوينيه وتقول لي سير تداوي المرضى؟ اش غادي يداوي؟ راه ما يداوي حتى حاجه. باش باش يدق البراق؟ ايوا بغيتو لا يدق البراق لا يدير الجلبه، الله اعلم. هذا هو اللي هذا هو الطبيب اللي غنتكونوا انتم ديال الخمسه الافواج، راه ما نقبلوش بهم. الله يحفظكم والله يجازيكم بخير، تدخل يكون عاجل من جلاله الملك. ولادنا يكملوا التكوين ديالهم في 7 سنين، دخلوا على 7 يتكونوا 7، وماذا بينا احنا كناجدوا؟ ماذا بينا الوزاره تزيدوا مع عام اخر يخدموا مع الدوله وحنا نأيدوه وكتسمى بحال الخدمه المدنيه ونأيدوه. علاش؟ لانه هو غادي يخدم اولا يساعد الدوله وثانيا فاني كياخذ خبره. هذا هو التكوين وهذه هي الدراسه وهذا هو الاصلاح الحقيقي. راه جلالة الملك المغفور الحسن الثاني الله يرحمه، راه ملي جلس مع المهندسين وجلس معاهم في القاعة راه ما دامش العرش، جلسهم في 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 في, في قاعة العرش، بالعكس راه جلس معاهم في الطابلة كما كنقولوا فوق الحصيرة، وقال لهم الله يجازيكم بخير راه بحالكم بحال المحامون. ما يمكنش نعطيو حنا مهندس معماري ونعطيو حنا ديبلوم ويمشي يفتح بيرو ويبدا يدير على اللي عجباته. قال لهم لا، راه قال لهم الأمة تقدم الأمة عمرانيا راه هو العين ديال المهندس، خاصكم تمشيو ديروا استاج عامين مع المهندسين اللي قبلكم وتاخذوا خبرة بحالكم بحال المحامين اللي كياخذوا خبرة مع المحامين في القضية ديال المساطير التقدمية للمحكمات. وهذا راه كانت عين بصيرة وعين حكيمة، وهذا هو اللي باغى التقدم للبلاد. راه ماشي بحال الوزيرين، الوزيرين ما بغان يخدموا اجنده ديال اوروبا وكيقول لك الناس راه بغان يمشوا لاوروبا. واش تدابا هذا القمع ديالك هو اللي غادي يخليهم هنا في المغرب؟ والناس راه غتاخذ وحده اجنبيه ويمشي يولد ولادو تم، ما باغيكش تا كاع، وباغي يدير على بيرمي كبير ويمشي. راه كندا قالت لي ما باغي لا قاري لا ما قاريش، انا يكون عدو على البيرمي لوكاليزازيون وحد ولا تم حل كل شيء المشاكل. وانتم ما كتفكروا قصير والناس كتفكر بعيد وانتم كتفكروا عاد رجليكم. راه هذه لا يعقل، راه ما ديروش خدمه الكبرانه ديال الجزائر وما تبانوش لينا الكبرانه ديال الاستعمار. هذو هما الكبرانه ديال الاستعمار اللي خرجوا لينا السنه هذه وكانوا مخبين في الاحزاب ديال الكبرانات. وراه ما نقبلوش مما فرنسا مهما كلفنا من ثمن. جدودنا جراو على فرنسا وحنا غنجرو على الكبرانات. لا وجود الكبرانات في المغرب،
راسها تساقط وتسنتك وسمعوا راسها تساقطون وكتساقط اوراق الشجر في الخريف. راه ما نقبلوش بيكم وما نقبلوش بالافريكان ديالكم، احنا ولادنا حاجه وحده. الرساله ديال الوزير، الا كنتي شجاع اجلس مع ولادنا، الا كنتي تتقن حسن الحوار واجلس مع ولادنا، اجلس مع ولادك ولقى حوار. راه لما كنتوش عندكم اسلوب الحوار وحطوا السوارت وسيروا بحالكم، وراه قال لكم جلاله الملك، وراه كاين من يعوضكم، راه الدكتور معطوق راه هو صاحب حوار، والدكتور منار سليمي والدكتور ناعوم وبزاف ديال الدكاتره اصحاب الحوار واصحاب الانجازات والدكتورات الكبرى واللي كيدافعوا من مناربهم الخاصه على الوطن. وتحيه نضاليه. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.